تقول ازاي تطلعي انت اغمره وتطلعي تقعدي من فوق في الجبل لوحدك؟ ازاي ده الجبل ما يدلوش عليها؟ قلت له لا انا هطلع وزاد ومنين هيرد عيالي يصرف عليهم في المدارس؟ وده يا اما وانا مش هقدر ان انا اطلع عيالي من المدارس. المجتمع عاطفي لان المجتمع بيوصف دائما المراه اللي هي تتمتع بالكفاءه وتكون قادره ان هي تثبت البنت الجامعيه هي البذره الاولى مثلها كل الكوادر الشبابيه من النساء سواء كانت اعلاميه او مدرسه او طبيبه او مهندسه. والست بقت سفيره وبقت وزيره وما بقت لسه منتخبه على الناس عشان تثبت التفاوض. من الامور نلاحها ونقلعها بس الموضوع اقلعيانا يا سلام حب ورضا وحاجه حلوه مع ربنا الحب في الدقه والغرور بتاعي سامعين. زوجي توفى من 16 سنه لازم بتحسين التعياق واللي بيضحك واللي بيصعب واللي يقول ايه ده هو في ست بتلان مع ابن في هندسه اخر سنه ومعايا ولد في كليه سياحه وفنادق ومعايا ولد في اقتصاد وعلوم سياسيه. المرأة المصرية قادرة انها تكون في مواجهة اي صعاب وتكون انها في مواجهة مع الرجال لان هي اثبتت ان هي فعلا تقدر انها تتحدى كل المشكلات اللي بتواجهها في مجتمعنا. يا ريت هذا اقصد ميدان زواج المفكر تعليم البنات بلاد الضباب تعليم بناتهم الجامعة.